استقرار دفاعي منتخب سيراليون. تحركات إدريس تشام لم تأتي بجديد حتى الآن على مستوى الأهداف ولم تصل له الكرات، ولكن الأكيد أن التغييرات أعطت إضافة كبيرة. تشام إدريس فنان متميز، تشام 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 يسدد كرة حمية خطيرة، عبدو لصالح الحسين عبد الرحمن، الحسين لإدريس تشام، إدريس إدريس تشام يحافظ على كرته، كرة جميلة، السلام 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 السلام، أرضية 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 أرضية، ولكن محمد كوارا من جديد، وربما طبعا ولا نتمنى أن تنتهي على تعادل إيجابي، حال الفوز مهم معنويا مولاي، إلى حمية طنجة، حمية 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 حمية، السلام ماني متغشمي فيك، نعرف عنك نزال، الله الله عليك ما هذا الجمال. الهدف الثاني إدريس تشام صنع الهدف، يا سلام يا إدريس، صانع العاب، صانع افراح، صانع فرجة، صانع متعة. حمية ثبت الدفاع، وقف الكرة، ثم 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 مع سيساي، يا سلام يا حمية على طريقة الكبار. يا سلام يا سلام يا سلام، أرضية كومارا محمد خطير، يا سلام.